الحضور الكريم، ندعوكم الآن لمتابعة عرض مرئي قصير حول خلفيات إطلاق هذا التحالف. كفى هي الكلمة التي نريد العالم أن يسمعها، هي الكلمة التي نريد الأمهات أن ترى نتائجها، والآباء أن ينادوا بها، والأطفال أن يشعروا بتحقيقها. كفى، كفى إرهاباً، كفى عنفاً، كفى قتلاً، كفى تدميراً لحاضرنا وغدنا. نعم، كل منا قد حارب الإرهابيين في مجالات مختلفة وتصدى لهم بشجاعة ودحرهم، ولكنهم لا زالوا يتمددون وينتشرون، يضللون شبابنا ويستبيحون أرضنا ويشوهون صورة إسلامنا، دين الوسطية والاعتدال. وبالرغم من جهودنا المضنية ومحاولاتنا الحثيثة، لا يزالون موجودين متوارين، ليس في وضح النهار فحسب، ولكن في العتمة والخفاء، ينسجون مخارب شرورهم وجرائمهم ويدسون سمومهم، بينما يتغذون على الجهل والضلال بانتظار فرصتهم للانقضاض من جديد. الآن الكيل قد طفح، لننطلق كدول أعضاء ونتكاتف ونتحالف في جهد إسلامي وعالمي موحد لمحاربة الإرهاب في كافة المجالات، الفكري والإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والعسكري. لننطلق ونوحد مساعينا ونواجه معا العدو الأول للإسلام والإنسانية، ونتمسك بقيمنا ومبادئنا التي نؤمن بها. لننطلق ونتحد معا في ريادة وقيادة عمل منظم مؤسساتي لاستعادة سلامنا وآمالنا وتطلعاتنا وإشراقة مستقبلنا، ولنظهر للعالم حقيقة قيمنا الإنسانية والحضارية التي صنعت أمتنا. لننطلق معا ونقف وقفة رجل واحد، لنجمع خبراتنا وننسج كل ما تعلمناه، ونمضي بحزم نحو هدف واحد لتحرير أمتنا والعالم من هذا الداء، ولنطلق صرخة واحدة وبأعلى الصوت الكلمة التي نريد العالم بأسره أن يسمعها. كفى. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، متحالفون ضد الإرهاب.